مفصل مع اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. صباح الخير دكتورة واهلا وسهلا فيكي معنا اليوم. يسعد صباحك دكتورة واهلا وسهلا فيكي. جودي بالمقدمة ذكرت انه في اثار ايجابية واثار سلبية للادوية العصبية، انت بتوافقي الرأي؟ هلا خلي رأيي الشخصي مع جنب وخلينا نحكي كشكل علمي. هلا اكيد اي دواء له اثار فعليه، الافكتيف تبعه الاثار والاثار الجانبيه، اي دواء ان شاء الله دواء نازل من السماء، يعني ما في اي، حتى الاعشاب الطبيعيه النباتيه لها الاستخدام المديد لها اثار جانبيه اذا تجاوزت الدوس المعين واذا انحطت بطريقه خاطئه، فما بالك ادويه مصنوعه من صنع البشر يعني البني ادمي اكيد فيها اثار جانبيه والاستخدام المديد، ما بالك ادويه جهاز عصبي الا غلطه فيها مثل الادويه الهرمونيه والادويه العصبيه حساسه جدا دقيقه بتتفاوت بتاثيرها حتى لو كانت فعاله باختلاف الاجسام اللي بتتعاطاها. فالفكره اللي انا بقول عليها انه الادويه بحد ذاتها الجهاز العصبي، إذا كنت أنا بدي أخذ أشحط فرامي على أي دواء فأنا مع الأدوية النفسية والعصبية 10 طاقات، ورب العالمين خلقنا شيء اسمه الاستشارة، يعني أنا بدي فوت دواء عصبي لجسمي بدي استشير طبيب 2 3 من نفس الاختصاص ومن ما حول الاختصاص حتى أشوف الرأي الصح له، لأنه إذا دخل على جسمي له طريقة بأخذه وله طريقة بنزعه. وعلى فكرة هالحلقة اللي جايين نحكيها مو يعني إني أنا إذا شوي حكيت بشكل سلبي يعني الأدوية العصبية اللي ما انحطت بطريقتها انه انا هلا اقطع فورا فجأة ادوية العصبية، لانه لها طرق بنزعة من الجسم، لانه هلا حنحكي عن شاردة اسمها الليثيوم قديش هي اذا صار فيها خطأ او خلل بالكبد قد بتعمل هوي للانسان بشوارده اذا نزعت الدواء العصبي فجأة. مو يعني انا حكي سمعنا هلا هذا الحكي نيجي نقعد نحط نفسر من عنا، مثل ما كان في طريقه باعطائه في له طريقه بنزعه. اللي بيؤلمني بهالموضوع عندي اياه كسرت انه انتشار الادويه العصبيه والنفسيه لغير حالاتها، يعني عم نيجي نلاقي مريض ديسك، مريض التهاب مفاصل، عم يتالم بشده، عم يعطوه مسكنات مطفئات بشكل عالي، ادويه جهاز عصبي، الفكره الاساسيه ما وصل لمرحله حالتها. فبيكون بشغله بيصير بمنحى ثاني، مريض ديسك بفوتك عندك يا متالم من فقراته وهيك، بيطلع مريض نفسي بسبب انه وقت عم يجي يخلص من الوجع وهالامور هي ويجي يفكر حاله عم يجي يترك هالادويه هي، عم تصير معه خربطه بالنواقل العصبيه واشياء ما كانت تحدث له اساسا بالسابق. فنحن جايين نحكي الاغذيه المناسبه لهي الادويه هي، في طرق باخذها في طرق بنزعها، مو عم نحكي عن تخصص كيف اعطاء، كل طبيب مختص بيعرف حاله مريضه وبيعرف انه هذا الابدا وهذا المو الابدا. لكن كمان الشيء المهم كمان اني انا ما شيء اسمه اذا سمعت من طبيبي انه هذا الدواء بدي اخذه العمر كله ضل اني اقتنع بهالفكره، ما في دواء لازم يتاخذ العمر كله، اصبح هذا ما له دواء، هذا مخدر او هذا منشط، اصبح انا ادمنت عليه. الدواء انه يعمل مفعوله ويتيسر ويؤدي حالته الشفائيه، اما اذا ما كان هيك بلا هذا مو دواء اسمه، هذا سم. هي النقطة اللي أنا جاي أنبه هون المشاهدين عليها. دكتورة مثل ما حضرتك ذكرتي عم نشوف انتشار كثير كبير للأدوية العصبية وأيضا النفسية بكل الحالات المختلفة، مثل ما حضرتك ذكرتي إذا شخص شوي بيعاني من القلق بياخذ أدوية عصبية ونفسية لحتى يقدر ينام. مريض كولون أدوية عصبية، مريض مفاصل أدوية عصبية، مريض أو حتى إذا حالته النفسية شوي سيئة فورا بيلجأ للأدوية العصبية، فهي انتشارها صار كثير سيء وخاصة بهذا الوقت. دكتورة حكيتي إنه ممكن يكون من الأخطاء الشائعة الأشخاص يستخدموا هذا الدواء على مدى العمر أو لفترات طويلة، ممكن يكون في أخطاء ثانية عم يرتكبوها الأشخاص بتناول هاي الأدوية؟ الأخطاء الثانية حتى لو كان المريض بحاجة لهذا الدواء، في شيء اسمه التنظيف الكبدي منه، نحن بنقول إنه الأدوية عبارة عن قسمين، عندها طرح كلوي وطرح كبدي، هاي المناطق اللي عم ينطرح فيها هي لازم تتنظف بعدها، هلا دخول الكورتيزون مثلا على الجسم يحتاج إلى 5 6 شهور ليخرج من الجسم نهائيا بعد حتى انتهاء الكورس، ما بالك بتعاطي مستمر، دخول مواد عندك يا هي الادويه العصبيه، وين تتخزن لانه مصارف هي مصارف اطراح الكبد والكلى. فالفكره الاساسيه اذا كان في دواء كمان عم بيعمل قصور كلوي، بيعمل قصور كبدي، هالامور هي كلياتها نحن مش منتبهين لها، نحن ما بنقرا النشره تبع الدواء، نحن بناخذ الراشيتا بصرف لنا اياها الصيدلي، يلا 2 3 بعد ما يصير عندنا منطرح بالارض او يصير لنا مشكله، بنفتح التجربه
تحسست منه، انا هذا ما بيناسبني، انا عندي ضغط، شلون ما قلت له لطبيبي؟ هاي القصه ما بتفوت دواء على تمك قبل ما تقرا الورقه، حتى لو وصفت لك من 3 اطباء ومن 3 اختصاصيين، تقرا النشره بتشوف شو قصتها هاي القصه هاي. التداخلات الدوائيه كثير خطيره بهالقصه، ونغفل عنها كمان التداخلات الدوائيه الغذائيه، يعني كثير في منا بناخذ دواء وبعدين ناخذ اكله معينه، هذا بيضرب هذا، ما بننتبه، نحن ما عندنا بالنشرات عندنا اسمها التداخلات الدوائيه الغذائيه، اللي هلا عم يفوتوها بالبلاد المتقدمه. النقطه اللي بيهمني امرها انك انت وقت بتاكل اكله مع دواء احتمال اعلى بكثير انك تاكل دواء تاخذ دواء مع دواء، وهي نحن ما بننتبه لها بهالقصه هي. هلا حتى ما نطيل الفتره على اخواننا المشاهدين، اي انسان بيتعاطى دواء نفسي او عصبي اهم شيء هلا في عنده وصفه تنظيف كبده، اللي هي نحن بنقول الليمون الساخن المغلي مع قشره، قش الليمون قادر على طرح سموم الكبد بسرعه اعلى بكثير مما انا اقعد بلا هي الوصفه هي. لذلك اي انسان بيتعاطى ادويه العصبيه او النفسيه في مره عندي اياها وصفه تنظيف الكبد عندي اياها، وحتى هي الوصفه مفيده جدا للكلى اذا كان طرحه كلوي، اذا ما عنده فكره اذا هذا الدواء طرحه كبدي ولا كلوي ولا الامور هي. هي الوصفه الليمون ساخن عندنا اياه، الليمون بينعصر بنحط مع جنب على قعر الفنجان، بعده باخذ القشره مع المي بغليها بالدوله، القش الليمون وقت بينغلى وبياخذ المي المرار بيتبرد بعد ما ينغلى بشكل كثير واضح وبينسكب بهذا الماء على الليمون، هذا بينشرب على فترتين او دفعتين مو ضروري على الريق اطلاقا. بعد تناول الدواء بتقريبا حوالي ساعتين ونص بعد ما يؤدي مفعوله عنا اياها، هذا بيحاول على سرع طرح الدواء بسرعه من الجسم حتى ما ادى مفعوله يتيسر، ما بدنا اياه بالجسم يتراكم لانه في له مشاكل فيما بعد كثير عاليه. اي دواء عصبي نفسي لقيت حالك عم تزداد وزنك فيه، شهيتك عليه، عم يزداد نومك عليه، انتبه لوزنك هلا النقطه هي. يقطع مساء الخبز والعجين بشكل كثير نهائي، لانه استقلاب الخبز والبروتينات وارتفاع الانسولين مساء مع حدوث ترافق مع هيك ادويه بصير تخزينها دبل، فبينتبه مو لانا اصير 10 كيلو لانتبه انه هذا الدواء سمني، كمان الادويه الهرمونيه نفس الطريقه عندنا اياها، اي انسان بيتعاطى دواء نفسي او عصبي او هرموني الخبز مساء يجب ان يقطع بشكل كثير عالي، خاصة العجين المعجنات، مو لأني بدي أعمل دايت ولايت إطلاقا لا، لأنه هي المادة خطيرة جدا مع هيك تناول هيك، لأنه بصير بترافقة مع 10 كيلو أنا بعد شي شهرين. ذكرتي دكتورة موضوع جدا مهم، التداخل الغذائي الدوائي، في نحن عندنا أغذية تساعد على تشغيل الدواء بالجسم وإنه ياخذ فعاليته، وأيضا وصفات غذائية مثل ما ذكرتي الليمون المغلي وقشر الليمون تطرح الدواء. شو الأدوية أو الأغذية اللي بتترافق مع بعضها بتتشغل صح وهي أدوية عصبية نفسية؟ هلا بالنسبة للأدوية كشكل عام عندنا اللي بيوقف في تداخلات، مثلا عندك سمرة اسمها الجريفون، هاي الجريفون اتاخذت مع أدوية القلب مع أدوية الضغط وقفت لها مفعولة أدوية الكوليسترول فما بتصير تستفيد منها، خبز الانخالي اتاخذ مع دواء الكلس مثبتات الكلس ما اشتغل شيء هذا الدواء. هلا بالنسبة للأدوية العصبية والنفسية، مواد الكافيين والشوكولا إذا ترافقت مع هي الأدوية لا الدواء بياخذ مفعوله ولا الكافيين كمزاج ولا الشوكولا بتاخذ مفعولها كمزاج، بس بتاخذ آثار السمية لهاد ولهاد. فالفكرة الأدوية العصبية النفسية يجب أن لا تترافق مع منبهات، هاي بدنا نبعدها شوي عن بعضنا، الكافيين مادة تقلل من آثار الأدوية العصبية وليست تخفف من آثار السلبية، حتى للمعلومات بتصير وبيضربوا بعضهم البعض، فبيصير الجهاز العصبي بحالة عندك يا إما تنشط عالي جدا أو عندك يا خمول عالي جدا. لأنه كل وحدة لها تأثير يعني على الجهاز العصبي، شيء بينشط الجهاز العصبي وشيء بيرخي الجهاز العصبي، والتنتين المادتين مع بعضهم ممكن يعملوا له شوك للجهاز العصبي. للأسف جودي هلا قطع الأدوية النفسية، بعض أنواع الأدوية النفسية تحتوي على شارد اسمه الليثيوم، اذا تعود الجسم عليها لمجرد شهر شهرين بيجي المريض بده يجي يقطعها فجاه بيصير عنده هبوط بالشوارد، هبوط بالبوتاسيوم، هبوط بالصوديوم، بيصير الجسم ليس هذا جسمه. طب هون يعني دكتوره شو بيكون الحل؟ لذلك يجب ان مو انه يعني يسمعوا هالحلقه يجي يقعدوا يتعرضوا، قبل ما ينوصف لك الدواء النفسي بتسال عنه عن اثاره السلبيه، بعد 4 شهور انا وين فيه؟ لقيت ما في تحسن تذهب لطبيبك بتقول له انا ما عم بتحسن عليه، كيف بدي اخرجه من جسمي تدريجيا حتى ارجع على اتقلم على شيء ثاني اهم. هي النقطه هي وتوقيف الادويه العصبيه فجاه هي كمان كثير خطره، كثير خطره، يعني بيتعلق له لو بيوصل لمرحله انه بيتعلق له محلول، ما في شيء انه لعبه، لانه بتتغير بالنواقل السيروتونين والامور هي، يعني مو انك هيك اخذ دواء كولون جايب جهاز عصبي مضاد تجنس، مو هيك شلون ما كان بتوقفه، بيصير عنده اكتئاب بحالات متطوره. فالفكره الاساسيه برجع بقول الانسان قبل ما يدخله
يسأل عنه، ووقت بده يوقفه يسأل كمان بشكل أي مكمل غذائي أو أي دواء إذا بتوافقين الرأي له آثار عصبية ونفسية مضرة. يعني عم نسمع كثير بحالات انتحار أو إقدام على الانتحار بسبب قطع دواء معين أو مكمل غذائي أو بروتين معين بالنوادي، خاصة اللي بيحقنوا هرمون. فدكتورة نحن بدنا نقول شغلة، إنه صحيح إنه الأدوية العصبية أو بعض الأدوية اللي مضادة للالتهاب إلى آثار مثل آثار الأدوية النفسية، بتأثر على الدوبامين على السيروتونين وعلى القلق والنوم، وكيف بدنا نحن نوظف غذائنا لحتى نحد من آثاره. أي دواء يدخل للجسم بالفعل له آثار سلبية. الاستخدام المديد، أي إنسان بيتعاطى دواء حتى مميع، هلأ على نفرض أسبرين الأطفال للناس المرضى القلب، هلأ مثل ما قلت المكملات الغذائية، نحن أهل أول ما كانوا يعتمدوا على حبوب هالمكملات الغذائية بكثرة، هلأ بتلاقي واحدة صار انقطعت الدورة الشهرية عندها وتلاقي مكملات. الحامل أنا الفوليك أسد أوكي ماشي الحال، أما كثر هالفيتامينات بوجود هرمون اسمه البروجسترون بفترة الحمل، هي 12 كيلو هي وين بدها تروحهم بعد فترة حملة؟ يعني صار في إفراط بتناول الفيتامينات المكملات الغذائية، الفيتامين له جرعة سمية على الجسم، يعني أنا بستغرب إنه هلا وجود البروجسترون وهرمون نحن بيوم واحد بفترة الإباضة وما قبل الدورة، إذا ارتفع هذا الهرمون نحن عندنا إياه نتنفخ، ما بالك الحامل عندها إياها 9 شهور معه، يجي بهالنسبة العالية من الفيتامينات. وين الاكل الطبيعي اللي الله حطه بتركيز متوازن؟ اهلنا ما كانوا ياخذوا حبه فيتامين وكانوا يولدوا ولادات سليمه، هلا نحن بناكل برادات فيتامينات وكل نصف ارباع الولادات صارت قيصريه، فالفكره الاساسيه لانه غذائنا دكتوره هلا صار كثير سيء، فنحن عم نحاول انه نعوض باشياء ثانيه، بس هي ما عم تكون ايجابيه، عم تكون سلبيه اكثر. في شيء صح وفي شيء الافراط منه لشو؟ هلا الفكره الاساسيه فتح الشهيه بفترات عندك ياها غلط بفترات التخزين، يعني هذا الزلمه اذا اخذ هذا الدواء ان كان العصبي او النفسي او هذا المكمل الغذائي في من نومه وجوعان. فالفكره القصه هي اعرف شو عم باخذ انا. النقطه الثانيه، اي شيء عم بستخدمه دواء اجاني فوق تناوله واستخدامه اكثر من 3 شهور بدي اسال عن اثاره السلبيه على المدى الابعد، بدي اسال امتى بده يطلع من جسمي، ما بدي اسال انا طبط ولا ما طبط، في اثار سميه الادويه بتستمر لبعد 7 شهور، فالامور هي اسمها السموم القاتله على المدى الطويل. ففي عندك اياها الكورتيزونات تبع بخاخات الكورتيزونات للولاد تبع التحسس بتاثر على نموه لفتره البلوغ، فبتلاقيه كثير هذا الشيء منين؟ من وراء دواء اخذه بفتره طفولته، دواء الالتهاب بقلل الاستقلاب، بعد دواء الالتهاب لازم يكون في كورس لتنظيم البكتيريا الجيده للامعاء لانه بتكون تدمرت. ففي شيء بيصير عندنا تقليل للاستقلاب، بيقول لي دواء التهاب سمني، بقول له لا تحلم معي بكيلو ونازل وانت عم تاخذ كورس التهاب لانه الاستقلاب بينخفض حتى لو كنت مطبق الدايت. فالفكره هي النقاط الاساسيه كثير مهم الانسان يسال عنها بغذائه وبتوازنه. والنقطه الثانيه، طول ما في بديل طبيعي حتى لو اثاره مو سريعه حاول انه ياخذها. معناتها مثل ما كنت عم تحكي دكتوره اهميه الثقافه الغذائيه بالمجتمع واهميه انه نحن نلجا الى الاشياء الطبيعيه بغذائنا وايضا مرافقا لادويتنا اللي متناوله. بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا دكتوره تواب الغبره، شكرا كثير لك، يسعد لي صباحك. شكرا كثير لك دكتوره. مشاهدينا، حتى بالحالات النفسيه والعصبيه بركز الدكاتره النفسيين والاغذيه وايضا الاعصاب على ممارسه التمارين الرياضيه الصباحيه، فبيقولوا انه بتروح عن الذهن وبيقولوا انه بتنشط الجسم وبتفرز هرمون السعاده. كرمال هيك خلونا نتابع حركات رياضيه جديده مع الكوتش مرح.